رغم ترحيبه بدعوة التحالف لتنفيذ اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي يعلن مجدداً تمسكه بما أسماه الإدارة الذاتية للجنوب، مؤكداً بألا رجعة عن هذا الإعلان لأن الإدارة الذاتية وجدت لتبقى، كما هو تصريح أحمد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس. تأتي هذه التطورات مع حديث مصادر مطلعة عن توجه السعودية نحو صياغة آلية تنفيذية جديدة لاتفاق الرياض، وأفادت تلك المصادر للمصدر أونلاين بأن السعودية تحاول بهذه الآلية تجاوز العقبات التي تقف أمام تنفيذ الاتفاق. كان الانتقالي قد أعلن في 25 من أبريل الماضي عن حالة الطوارئ العامة وتدشين ما أسماها الإدارة الذاتية للجنوب، واعتبرت الحكومة ما يقوم به الانتقال خطوة متهورة واستمراراً للتمرد المسلح الذي تم في أغسطس من العام الماضي. وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إن الانتقالي متمسك بتمرده ومستمر بالاستحواذ على موارد الدولة، مؤكداً بأن محاولاته الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى ستبوء بالفشل. بالنسبة للمراقبين فإن ميليشيا الانتقال المدعومة إماراتياً تحاول إطالة الوقت بهدف فرض تغيير في مسار اتفاق الرياض يفضي إلى تجميد الملف الأمني بما يضمن بقاء عدن تحت سلطة الانتقالي كأمر واقع، وهو ما يمكن حصوله إذا لم تغير الحكومة طريقة أدائها السياسي الراهن.